عندنا حالة مرضية. عامة احنا لما بنشوف مريض بنقول ربنا يشفيه، بنتمنى له الشفاء وبنحمد ربنا على الصحة اللي احنا فيها، وده بيبقى شيء عظيم. بس لما المرض يتعرض لطفل عنده 10 سنين مولود بعيب خلقي في الكلى، وبيغسل كلى 3 مرات في الأسبوع، طفل عنده 10 سنين في مدرسة، طفل صغير ما بيوعاش على حياة غير على ال3 أيام في الأسبوع اللي فيهم بينزل المستشفى عشان يعمل غسيل كلى. أنا مش هوصف يعني إيه غسيل كلى، مش هوصف ألم وتعب غسيل الكلى، مش هوصف قد إيه ممكن يكون قاسي على الكبير. علشان نتكلم، هو قاسي قد إيه على طفل؟ طفل بدل ما ينزل يلعب، طفل بدل ما يعيش حياته، لازم بينزل 3 مرات في الأسبوع. 3 مرات دول مش عشان يلعب، مش عشان يشوف الدنيا، علشان يشوف الأجهزة والمحاليل وغسيل الكلى. الطفل ده اسمه مينا ملاك تدرس. احنا معانا النهارده مينا ملاك تدرس. مينا ازيك؟ كويس. انت في سنه كام؟ 6. 6 ابتدائي؟ ده انت كبير بقى. مينا انت عندك ايه؟ عندي الفشل الكلوي. طيب هم قالوا لك ان انت تتعالج من الفشل الكلوي ده ازاي؟ اروح اغسل بس كده؟ واسرع وايه؟ واسرع وايه؟ واسرع وتزرع. يعني انت عايز تزرع كلى، وساعتها مش هتحتاج تغسل كلى كل شويه. مين انت بتروح تغسل كلى كل قد ايه؟ كل 3 ايام. انت بتنزل كل 3 ايام تروح تغسل كلى في مستشفى الطلبه؟ استاذ ملاك، هو مينا كفايه عليه زرع الغسيل الكلوي ولا لازم يتزرع له كلى؟ ده لازم يتزرع له كلى، بس كله بيغسل بيتعب جامد، يعني صعبان عليا. هو بيغسل كلى كل قد ايه؟ كل 3 ايام، السبت واربع واثنين. تطلب ايه من الناس اللي هم بيشوفونا دلوقتي؟ تطلب ايه من الناس اللي بيشوفونا دلوقتي؟ مش عارف اقول لك ايه، اقول لك ربنا، مش عارف اقول لك ايه، يعني اقول لك ربنا يتمجد، ربنا يساعدنا، خلينا هطلب من ربنا وربنا يديه مقدنا، كل واحد ربنا يشفيه ابنه. طيب تحب تقول ايه للناس اللي بتشوفك دلوقتي؟ تقول لهم يساعدوك؟ عشان تعمل ايه؟ عشان اخف.